لو الحكاية فيها إن فيتو هي بها زهير صحراوي متسع، ورغم ذلك لم يتم الاستفادة منه. بماذا تفسر ذلك يا فندم؟ المنيا على فكرة فيها محاولات الزراعة من قبل المواطنين في الظهير الصحراوي الغربي. أنا أقدر أقول لك أن الظهير الصحراوي الغربي فيه حوالي 750 ألف فدان صالحين للزراعة على المياه الجوفية. إحنا وضعنا خطة في إطار الخطة العامة للدولة اللي نادى بيها السيد رئيس الجمهورية، واللي من ضمنها زراعة 4 مليون فدان. هيبقى فيهم مليون فدان في السنة الأولانية بإذن الله. المنيا كانت المخطط ليها تزرع 200 ألف فدان، لكن إحنا بإذن الله هنزرع مساحة تتجاوز ال 200 ألف فدان، ويمكن توصل ل 400 ألف فدان. هيبقى جزء منها مخصص لشركات لإخواننا العرب لتوفير السكر اللي فيه عجز كبير، وهيتعمل مصنع سكر بحوالي 370 مليون دولار، وهيزرعوا حوالي 200 ألف فدان. مخصص مساحة 200 ألف فدان تانيين للزراعة للشركات لتوزيع الأراضي، سواء بالتمليك أو حق انتفاع للمواطنين أو للشركات المصرية أو للجمعيات التعاونية اللي بيشارك فيها الشباب والمزارعين. في خطة في مجال الزراعة هيبقى فيها بإذن الله طفرة في المنيا. يعني أنا أتمنى أن أنا أخش المنيا، كان المنيا فيها 450 ألف فدان. أتمنى أن أنا في الفترة اللي أنا قاعد فيها أزيد المساحة إلى 450 ألف فدان أخرى إن شاء الله.